سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بختمتكم في الصبيحة في غرفة الأخبار للحديث على أضاحي العيد هذه السنة، والحديث في الشارع الجزائري في المجتمع الجزائري بأنه الأسعار مرتفعة نوعا ما. نتساءل لماذا، كيف، هل يمكن أن تتراجع هذه الأسعار قبل يعني في الأيام الأخيرة من العيد؟ لهذا ما نتمناه إلا أن يشاء الله أمر آخر. إذن حتى نتحدث حول هذا الموضوع أسعد باستضافة دكتور مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، هكذا مصطفى؟ بالفعل هو محيطه. نعم، صباح الخير، يعني شكرا على هذه الاستضافة. موضوع مهم يعني بطبيعة الحال على مقربة أيام يعني من عيد الأضحى، أقل من شهر يعني. أقل من شهر. نعم. طيب مصطفى، الآن الحديث هذا في الشارع، الناس تتكلم على الأضاحي، هل في تقديرك أنت متابع للسوق وعالم الاستهلاك، هل في تقديرك يزيد يرفع الأسعار ولا ينقصها ولا؟ شوف، صحيح أنه مع مقربة كل حدث مهم، وبالنسبة عيد الأضحى بالنسبة للجزائريين أو حدث مهم يعني شعيرة من شعائر الله، ما يتحدث يتعلق الأمر برمضان، عيد الأضحى، المولد، هي كلها يعني مواسم وين الأسرة الجزائرية والحمد لله يعني من ثقافتها من تقاليدها من دينها أنها تتمسك في إحياء هذا اليوم، وبالتالي الاهتمام والحديث عن هذا الأمر أعتقد أنه من مؤشرات الإيجابية. يعني الحمد لله يعني الأسرة الجزائرية ما تزال على الفطرة، ولكن لما تكون هنالك اختلالات واضطرابات وارتفاع الأسعار فهي من الأمور المؤرقة يعني بطبيعة الحال. تتأكد مصطفى أنه هناك ارتفاع في الأسعار؟ نعم لا يختلف اثنان يعني، والمؤشر يعني حتى الإنسان بلا ما يروح للسوق فنعرف بأن هنالك ارتفاع في الأسعار. نشوفوا فقط أسعار اللحوم الحمراء شحال كانت وشحال راهي، يعني هنالك زيادات يعني مهمة بين السنة الماضية في اللحوم الحمراء وبين هذه السنة. السنة الماضية شحال تقدرها؟ تقريبا 20% تقريبا 15 إلى 20%. العام اللي فات يعني اللحم كان 125 130 الآن 160 حتى 170 يعني يعني هنالك زيادات، وبالتالي من غير معقول أنه اللحم عند الجزار يزيد بلا ما تزيد أسعار يعني المشية. هنالك أسعار مرتفعة، والآن يعني مع بشحال تقدرها كذلك ارتفاع أسعار أضاحي هذه السنة في الشارع؟ راهي أرقام يعني كل واحد. شوف حتى نكونوا منصفين يعني معدل نقوله معدل بين مليون ومليون ونص، يعني معدل اللي كان مثلا ربعة السنة الماضية الآن ما لا يقل يعني عن خمسة ونص. والسبب، ما هي الأسباب؟ الأسباب الموالين يهضروا على التكاليف اللي زادت، وهو أمر يعني مفهوم لأنه نعرفوا أنه أسعار الأضاحي زادت، أسعار الأعلاف معذرة زادت، اليد العاملة زادت، الأدوية زادت، العلاج البيطري زاد، يعني عدة ظروف اللي خلات هذه الأسعار يعني تزيد. ولو أنه هنالك عوامل أخرى اللي حتى إذا زادت هذه العوامل تزيد تؤثر باش يكون هنالك إضافة أخرى، وهي عامل السمسارة بطبيعة الحال. طيب ولكن سي مصطفى، يعني قبل ما نمشي والقضية أنه الحدود مغلقة والتهريب ما كاش، يعني الدولة قامت بإجراءات مهمة في اتجاه المربين، يعني أنت تعرف أنه كاين دعم في الأعلاف، تعرف كذلك أنه الله سبحانه وتعالى أغاثنا هذه السنة بأمطار خير، بمعنى أنه العلف كاين موجود يعني. نعم، كيف تفسر عدم استقرار؟ شوف السنة. صحيح أنه هنالك دعم للفلاحين للمربين، وبين قوسين يعني نذكره بصراحة لأنه موقف تاعنا ماهوش موقف جديد. نحن ضد دعم أعلاف المشي لأنه ماهوش كل الشعب اللي يأكل فلاحة. الآن لما نهضروا على دعم المواد الأساسية اللي هي الحليب والزيت، هنالك توجه لإعادة أو لإصلاح الدعم. لما نهضروا على إصلاح الدعم
بمعنى انه هنالك اختلال، والحمد لله رانا نسعى الى اصلاح هذا الاختلال. طيب والان ما نهضروا على وهل مصطفى سامحني، هل في تقديرك الان لانه مش كل الجزائريين ياكلوا اللحم هذه سامحني هذا يخليك تقول انا ضد دعم الاعلاف؟ دوك نقول لك انا نقول لك بانه قطاع واسع من الجزائريين ياكلوا اللحم يعني ولو مره في الشهر. معليش قطاع واسع ياكل مره في الشهر، وقطاع اللي راهو ياكل كل يوم، هل هذه هي العداله الاجتماعيه؟ صعني انسان اللي راهو ياكل في اللحم كل يوم راني ندعم فيه، راهي من الخزينه العموميه. حنا قلناها وحتى في الدراسات تاعنا وحتى في التصريحات تاعنا الان، صحيح انه الحمد لله الدوله تاعها دولة اجتماعيه منذ الاستقلال وهذه من المكاسب، ولكن لما انا نقول لك ندعم مثلا اللحم خويا راح ندعم حليب الاطفال، حليب الاطفال ماكش حرا يدير البطن، وهذا حليب الاطفال ما لا يمكن للاسره الجزائريه ان تستغني عنه. اما خير راح ندعم هذا ولا راح ندعم ندعم اللحم؟ حنا لو كان بيدنا ندعم كلش ماهوش مشكل، كلش باطل ايوه المواطن راح كل باطل، ولكن الان الاموال راهي اموال الخزينه العموميه، لابد من اعاده ترشيد واصلاح هذا الدعم. طيب الان فهمت مقصودي واش راني مفهوم؟ ما كانش عداله اجتماعيه موجوده الان، لجنه راهي تعمل على هذه القضيه هذه. هل في تقديرك استاذ مصطفى انه لما ندعموا الاعلاف موش الاعلاف بالضروره ابتداء ولكن حفاظا على الثروه الحيوانيه في الجزائر اللي يعني شانها شان كل الثروات الحيوانيه في العالم تتهددها كثير من المخاطر يعني؟ وشاطرك الراي، نعم اذا كان من هذه الزاويه فيها نوع من الصواب، ولكن لما نقارن ما يحدث هنالك اختلال. نعطيك انه لما نهضروا على انه اننا مثلا ضد دعم هذه الاعلاف وماذا بينا تروح لامور اخرى، نعطيك مثال يمكنكم حتى تحقوا، روحوا شوفوا الموالين، قولوا ايها الموال انت هل تستفيد من هذه الاعلاف المدعمه؟ لماذا لا يستفيد؟ يعني فيه لوبيات. تقصد صغار الموالين؟ نعم فيه لوبيات، او الموال شحال من مره شحال من حصه راكم ديروها يقول لك انا ما رانيش نستفيد وراني نشري في الاعلاف دوزيام وتروزيام. لانه ربما سامحني سي مصطفى، لانه ربما هذا الموال لم يسوي وضعيته، يعني موال ما عنده وثيقة، ما عنده تسجيل في وزارة الفلاحة، ما ف نعم انت معي انه السلطات لما تبيع لك وفق شيء يثبت انك راك موال، والا تقدر تبيع لي حتى لي انا. سوف اقوم باسقاط يعني مقارنة باسقاط واقع الاعلاف على ما يحدث في مجال المواد الغذائية التي يفهمها الجميع. هكذا لما نهضروا على دعم ولا تقليل من أسعار بعض المنتوجات، هل ترى يستفيد منها الجميع؟ يستفيدش منها طبعا لا يستفيد منها الجميع. قصدي أنه حتى في مجال الأعلاف هنالك لوبيات. صحيح موجود، نعم هنالك موجود، لا يستفيد. لازم نعرف أنه كل ما يكون هنالك دعم إلا ويكون هنالك فساد. درنا تحقيقات، الناس تستفيد من الأعلاف ونعرفوا وين تبيعها، نعرفوا حتى المكان الموطن اللي تبيع فيه، وكاين الناس تستفيد من ما عندهاش راس غنم، ما عندهاش راس، ما عندهاش كبش ولا نعجة. كاين أمور للأسف وين يكون هنالك دعم إلا ويكون هنالك فساد. الآن إذا كان ولا بد طيب لأجل الثروة الحيوانية، نعم وش لازم يندار لإصلاح هذا الوضع هذا باش يولي العلف هذا يروح مباشرة للمربي ولو تكون عنده نعجة وحدة يعني؟ لابد من إعادة إحصاء وحدة، لابد أن نذهب إلى الرقمنة، لابد أن ندرك شكون عنده واش، بمعنى أنه طالما أننا لم نحدد هذه الثروة الحيوانية واللي تبقى بالتقريب قال عندنا 24 مليون راس غنم، عندنا 27 مليون، ضحينا 3 ملايين، ضحينا ب 4 ملايين، واعطيني كيفاه فادنا الحساب
لانه وهل العملية سي مصطفى بسيطة ولا تحتاج إلى جهد؟ تحتاج إلى جهد، ما هوش مهم كاش حاجة بسيطة، ولكن تحتاج أيضا أنه اللي يخدموا فيها يكونوا نزاهة، اللي يكونوا وراء هذه العملية ليكونوا نزاهة، لأنه من الصعيب أنك إنسان في الأوراق عنده آلاف الأغنام ويستفيد من الدعم ويرفدها يبيعها، يبيع هذا العلف المدعم بارد ويدي فيها كما يقولوا بالعامية تشيبا، أنك تنحيها له من صعب، وبالتالي طيب تحتاج الناس مزاهة. طيب سي مصطفى، هل في تقديرك يعني هذه السنة هذه ممكن نشهد تراجع شوية في الأسعار؟ احنا نحن لا نتمنى أن لا أن ينضر الموال يعني ولو البسيط أو اللي عنده، ولكن هل في تقديرك إحجام الجزائريين؟ لأنه الآن نلاحظ يوم 9 من شهر المقبل العيد، العيد المبارك، احنا اليوم رانا 19 جوان، بمعنى انه مازال 11 يوم وما شفناش مظاهر البيع في الشوارع هكذا في في المدن سواء في العاصمه وغيرها. هل في تقديرك انه اذا كان دخلت الماشيه وشفنا الاسواق وشفنا كذا ممكن تتراجع الاسعار؟ شوف، هي المظاهر في المدن الكبرى تكون تقريبا يعني 10 ايام الى اسبوع قبل العيد، يعني تكون بشده. رانا 10 ايام مازال 20 ها 20 20 نعم مازال 20 يوم، مازال شويه بعيده. ولو انه صحيح في السنوات الماضيه كانت مظاهر اكثر من هذا ولكن تكون في اوجها يعني 10 ايام قبل. الان لازم نعرفوا انه الاسعار اللي راهي نشوفوها الان هي الاسعار في الاسواق العادي، في الاسواق المعتاده في المناطق الداخليه، في البيض، في الجلفه، في يعني الاسواق اللي موفين عليها. يعني باش نصارحوا بعضنا، انه مثلا كبش بنفس الحجم نفس الميزان تاع السنه الماضيه تديه بنفس السعر، لا اعتقد ذلك صراحه. ولو انه السوق تاعنا سوق متقلب يعني بصريح العباره، احيانا نباتوا على حاجه ونوضوا على حاجه واحده اخرى، ولكن يمكن انه هذه الاسعار في الزيادات تاعها ما تكونش كبيرة جدا إذا تم اتخاذ بعض الإجراءات. مثلا الأسواق الجوارية، من ناحية أننا نضمن للموال الحقيقي أنه يجي ويبيع المال تاعه، لأنه لازم نعرفه أنه السلسلة العادية أن الموال عندنا السمسار وعندنا المستهلك. الآن الأسعار اللي رانا نشوفها مرتفعة هي حتى هي باعتراف الموالين، راهي عند الموال الان حاليا راهي مرتفعه، اذا زاد دخل السمسار راح تزيد. طيب وتروح المستهلك، احنا ماذا بينا انه حلقه السمسار انا مستهلك انا ادفع سمسار كيف شو دوره في هذا السلسله هذه؟ يعني كيف السمسار يروح للموال، واحد ساكن في الباديه تاع مسعد ولا باديه تاع بعبع ولا يروح يشري عليه 50 كبش ويجي مثلا العاصمة، يروح في شارع من الشوارع ولا في كش مساحة مفتوحة يروح يدي في الكبش، ممكن يدي 200 إذا كان قانوع، ممكن يدي 500، ممكن يزيد يدي مليون. الآن إذا هذاك الموال شجعناه وحسسناه أنه هنالك أماكن مهيئة، أنه هنالك أمن، أنه هنالك ظروف تاع الراحة تاعك، يطمع يقول لك أنا عوضا مثلا راح نبيع بخمسة وميتين نتنقل. نعم نشجعوها. وبالتالي ذلك السمسار اللي كان راح يتدخل ويدي 500 ولا 600 ولا مليون ولا نحيوه نقلصوه، وهذاك الفارق هذاك شكون راح يربحه؟ راح يربح المستهلك. المستهلك في نهاية المطاف حتى هو اللي يربح يعني طبيعة الحال. أحيانا السمسار يدي أكثر من الموال، مش نعرفه مليح، موال اللي مسكين عام وهو يضرب على هذيك الكبشة هذاك بالك في آخر المطاف الربح تاعو تلقاه ضئيل جدا ويديه الموال هكذاك يعني بارد. احنا ما طالبناه وما نطالبه، وهنالك يعني مؤشرات يعني وعود انه تكون هنالك اسواق، ماهيش اسواق على شاكلة الاسواق السنوات الماضية، تحط له 20 متر على 20 وتقول انت الموال ارواح، ما يجيكش الموال الحقيقي. الموال اللي كان في البادية يرمي عينه يعني ما الى ما لا نهايه، يلزمه وين يتوضا وين يصلي، قرقوطي قدامه يلزمه، كاين بعض الشروط يلزمه الامن يخاف. اذا وفرنا له
الأسعار لن تعرف زيادة اللي رانا متخوفين منها. وهل أنت مصطفى يعني متوقع أنه مثلا في العاصمة وين يقدروا يديروا هذه الأمور اللي يقول حتى وين يبات في الأصل يا سي مصطفى؟ لأنه إذا يبات برا، سامحني، إذا يبات برا هذا الموال وعنده 100-200 مليون تحته راه يخاف يعني. بارك الله فيك. أنا نسقسيك حاجة، وين يبات هذا؟ نسقسيك حاجة، عندنا مثلا العاصمة فقط وقيس، لأن الجزائر ماشي غير العاصمة. أكبر مساحة مثلا نقدروا نهيئوها واللي نقدروا نديروا فيها عمال، نعم، لأنه الموال مثلا كيدخل 50 قولوا 100 راس، نقولوا أعطيني على كل راس 10,000، نعم، نوظف شباب ينقي وينظفوا وكذا. وقتها قدمنا هذا المقترح منذ 3 أو 4 ولا المهم منذ سنين، وكل عام نعاودوه، ولكن للأسف شد واحد ما سمح. لما ناخذوا مثلا الباركينغ تاع ملعب 5 جولي أم باركينغ ضخم، فقط ندير الشروط التي يمكن من خلالها أني نخلي نظافة المحيط، كل اللي بسيارة تاعه يقدر يدخل الباركينغ عاود يخرج، الموال نديرهم دي شابيتو، وفين نديرو حتى معارف ثم داخل باركينغ تاع سان جوي، الدخول والخروج سهل، والإنسان يروح وكأنه في فسحة، نعم، يدي ولاده يروح يحوز فسحة، نعم، ألا ما نخدوش نديره؟ هل هذا أمر صعب؟ شوية تدبير فقط. ونقدروا ثم نضمنوا لعدد مهم من الموالين أنهم يجوا في راحة في أمان. أوكي قدامهم بارس على بوليس لاصق فيها، صحيح، ألا ما نديروهاش؟ حتى يقدروا يعني يديروا لهم يعني يقولوا بيوت هكذا خشبية، دي شابيطو دي شابيطو يعني، هو فرحان والمستهلك فرحان والجميع. وقس على ذلك في كل ولاية الكبرى، ما عندناش مساحات، انت تجيبه في دورة ما عندوش حتى وين يقار الكاميون وتقول له هاي مساحة نقطة بيع نظامية. وش من نقطة بيع نظامية يا جماعة؟ خلونا، لازم الإنسان تفهم عقلية هذاك اللي راح يتنقل، هذاك الموال عقلي وش هي متطلبات تاعو. راني متأكد أنه كثير من اللي داروا نقاط البيع وعمرهم ولا سقسوا موال وشنو هي الشروط. التنظيمات هذه اللي تتحدث باسم الموالين مثلا، في تقديرك هل تقدر تؤدي هذا الدور هذا أنها ترافع لصالح الموالين؟ يعني وهي ترافع لصالح الموالين ترافع كذلك لصالح المستهلكين يعني. شوف الحق هنالك بعض التنظيمات اللي نتفاهموا معها مليح يعني ونشاطرها وتشاطرنا الرأي، وفي كثير من المجالات وين يعني لقينا أن هنالك تطابق، ولكن للأسف الشديد ما يسمعولهاش، بعدلهاش يعني أسبوعين ولا 3. أيضا رئيس فيدرالية أو ممثل يعني من تندوف يعني التحية لخوتنا، أهدر قال لهم وفرونا نجو الموال يجي، الموال كي يحس الأمان ويحس اللي تساع وظروف الراحة يجي يبيع. وش ينقصنا على هذا؟ وش ينقصنا؟ طيب هل في تقديرك سي مصطفى، نسمع منك بعد الفاصل إذا كان تكرمت، أنه نظن بأنه نواصلوا مصطفى ما نديروش فاصل إذا كان فاصل ما عليش. هل كان إذا كان دخلت وزارة الفلاحة مثلا والدولة تبيع، هل هذا ممكن غير ممكن؟ هل في تقديرك ممكن تراجعوا الأسعار يعني؟ معليش شوف لازمنا نروح من هذيك تاع الدولة تدير كلش. صراحة أنا مانيش مع الناس اللي الدولة تدير كلش، دولة تحكم سوق الفلاح، دولة تبيع، دولة تراقب، دولة كذا، دولة في انتظار لأنه ما هو أفضل. صح معليش، الدولة هي إذا باعت الدولة، الآن كاين مؤسسة عمومية راهي تبيع لأن تربي وتبيع، ولكن محدودة مثلا محدودة اللي جاية في بيرتوتا هذيك راح لي اسمها باب علي فوالا، نعم، ولكن العدد تاع هذه المؤسسات يعني محدود، ماهوش العدد اللي يكفي ولا وراحين يزاحموا كاع الموالين. نعم. إذا هنالك هيئات اللي قادرة أنها تشري، بمعنى أنها عندها وسائل عرض، عندها وسائل وضع هذه المواشي، وعلى ما تكريهاش الموال، قال الموال عندنا نقاط بيع نظامية أرواح، أرواح يعني تبيع الكرية تاعها،
نعم. عليه حتى الدولة تدخل وتدير وغير ذلك إذا ما كانت هنالك هذه يعني المساحة. وبالتالي أنا أقول أنها مشكل تدبير، مشكل نعم. تدبير وواقعية وموضوعية، لأنه كل عام نعدو هذا الموضوع، كل عام نعدو هذا الموضوع، وتحضير لهذه المناسبات لا يتم أيام قبل الحدث. تحضير لهذه المناسبات يتم أشهر قبل الحدث لأجل التهيئة الجيدة. مصطفى في دقيقة فقط، إذا كان العرض يكون كبير هذه السنة هذه، ممكن تراجع الأسعار؟ طبيعة الحال هذا هو، هذه قاعدة يعني عامة، إذا كان هنالك عرض كبير تتراجع على ما هي عليه الآن دون أن تنزل عن أسعار المرجعية السنوات الماضية. نعم يعني مستحيل أنها تعود يعني تنزل على ما كانت عليه، بمعنى أنه اللي شراه ربما السنة الماضية 4 ممكن يشريه 4.5 4.600 4، ولكن يشريه أن دون 4 هذه ما نعرف أنه التكاليف زادت، وأنه هنالك عدد عوامل خلات عوامل داخلية وكاين عوامل خارجية كذلك، يعني إنسان ما ينكرش. لا لا هو يحليل موال، موال يعني هي مهنة النبي عليه الصلاة والسلام الرعي. نعم. ويحليلهم وراهم يتعبوا، نحن أيضا يعني نحس بما يشعر، خاصة الناس اللي ما همش يديو يعني الأعلاف المدعمة يعني. نعم. وراهم يراهم في جهاد، راهم في صراع لأجل استرداد يعني الحقوق تاعهم والوقوف أمام بارونات والحفاظ على الثروة، أمام بارونات والحفاظ على الثروة الحيوانية. ثاني المستهلك يحليل كذلك. إذن أشكرك جزيل الشكر، نتمنى أنه الجزائريين يقضيوا عيد أضحى مبارك في سلام وأمن وهناء وكذا، وإن شاء الله يكون أضحي تتراجع الأسعار تاعها وتكون في المتناول للجزائريين. إذن برامج جديدة متواصلة، ألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك الحين، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.